السلام عليكم. اهتزت ولاية تبسة في الساعة الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجئ لما راح ضحيتها 5 أشخاص، وحسب وسائل إعلامية محلية فقد توفي شخصان فيما أصيب 3 آخرون، وذلك بعد حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 في شق الرابط بين بلدية الحويجبات والمركز الحدودي بوشبكة بولاية تبسة. ووفق مصالح الحماية المدنية لذات الولاية فقد تمثل الحادث وللأسف في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، وهو ما خلف وفاة شخصين أعمارهما 27 و28 سنة، فيما تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج اللازم.